الاصابه ديال الحارث كانت قاصحه واحد شويه عليه هو اكثر وعلينا حنا كمشجعين المغرب حيت كنا باغينو في المونديال فهمتي. و تمنوا لي الشفاء العاجل وكنطلب من اللاعبين ديال المنتخب الوطني يبدلوا مجهود فهمتي، مجهود كبير على الاقل باش يفرحوا، حيت هو كان باغي يلعب منتخب فهمتي، على الاقل يديروا شي حاجه باش يفرحوا، واخا ما لاعبش مواعات ولكن فهمتي يحس براسه بانه كاين في التيران. بقى فينا صراحه اصابه خطيره البارح الشهر، بقى فينا والله. ايمن حسوني، ايمن حسوني تاهو كيلعب نفس البوست تاهو فهمتي مزيان، واخا كنظن ان امين حارث هو اكثر واحد جاهزيه في المنتخب حيت هو شاد بلاصتو مع مارسي. وبالنسبه لي كيف ما قلت لك حسوني احسن واحد يقدر يلعب في بلاصه. تابعنا المقابله ديال مارسي البارح، اصابه ديال حارث اصابه خطيره واللي 100% غادي يغيب على المونديال، كنتمنوا ليه الشفاء العاجل اخويا، وسير غادي يخلي بلاصته في لائحه ديال المنتخب الوطني فهمتيني، وخاص شي واحد يعمر داك البوست ديالو ديال ميليو اوفونسيف، وعندنا كامل الثقه في كوتش وليد الركراكي باش يجيب لنا شي لعاب. والاجدر كيبان لي انا بحكم فهمتي الراي الشخصي كيبان لي ايمن حسوني ديال الوداد، وبالهندا بالهندا حتى هو يقدر يسد الفراغ ديال امين حارث. كنتمنوا ليه الشفاء العاجل اخويا ويرجع لينا في اقرب وقت. امين حارث الاصابه ديالو اخويا ما جاتش اخويا في الوقيته ديالها، سيرتو امين حارث من دوك اللعابه اللي قلال عندنا كيكو سوا لا في البطوله لا في البطوله الخارجيه اللي كيلعب فيها اللي هي الدوري الفرنسي، ما عندناش لعاب بحالو. نقول لك علاش ما عندناش لعاب اللي تيزعم وتيبينيتري مثلا الكاري دي زويت اولا في الجناب ولا في اي كوام اللي كيكون مثلا في التيران، ما عندناش لعاب اللي كتكون عنده ديك لا فولونتي ديك الزعامه انه كيزعم على الديفونسور، انه كما كنقول بالدارجه ديالنا تيمشي تيقصدو قليل. زياش لا الصابري نقدر نقولوا بانه يقدر يبينيتر، ولكن ماشي بدك نفس ليفيكاسيتي اللي عند امين حارث. امين حارث عنده ديك الرغبه داك الطموح ديال انه باغي يوصل مع ليكيب ناسيونال لابعد حد كما كنقولوا حنا مع المنتخب الوطني. والله يجيب ليه الشفاء خويا ودري هو ديسيبليني، راه كيف ما شفنا في 2018 ملي لعب مع ايران، وديك ديك المباراه كانت زوينه وكان دار واحد اللقاء زوين كونتر ايران، ولكن ما كنتش فهمتش انا علاش ما دخلش ضد البرتغال وما دخلش ضد الصباليون، ما عرفتش داك الدري بصراحه ضعنا فيه. الاصابه ديال حارث كانت مفاجاه فظيعه على المنتخب المغربي. وليد الكراكي كان معول على اللاعب الحارث اللي هو من هجوم اللي هو هجوم كبير، كانت غتكون مفاجأة بالنسبة للاعب الحارث، غيكون من أحسن اللعابة، ولكن كنتمناو من وليد الكراكي يحسم الأمر في الاختيار ديالو. علاش ما يعيطش على سميتو الرحيمي؟ راه الرحيمي راه يقدر يكون إن شاء الله مفاجأة للمونديال كأس العالم قطر إن شاء الله، وكنتمنى المنتخب الفوز في هذه الدورة الأولى. إلا فاز في هذه الدورة الأولى ولا غير فرض الوجود ديالو ووصل مثلا غير تعادل، غادي تكون عنده إمكانيات باش يوصل للدور الثاني والدور الثالث إن شاء الله.